درود کی طرف جائیں گے اور درود سنیں گے اور پھر اس کے بعد ہم حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصر العزیز کا خطبہ جمعہ سنیں گے انشاءاللہ بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله صلوا على نبينا صلوا على شفيعنا صلوا على حبيبنا صلوا على محمد صلوا على نبينا صلوا على شفيعنا صلوا على نبينا صلوا على محمد بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله صلوا على نبينا صلوا على شفيعنا صلوا على حبيبنا صلوا على محمد صلوا على نبينا صلوا على شفيعنا صلوا على نبينا صلوا على محمد بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله صلوا على نبينا صلوا على شفيعنا صلوا على حبيبنا صلوا على محمد صلوا على نبينا صلوا على شفيعنا صلوا على نبينا صلوا على محمد بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله
صلوا عليه وآله، صلوا على نبينا، صلوا على شفيعنا، صلوا على حبيبنا، صلوا على محمد، صلوا على نبينا، صلوا على شفيعنا، صلوا على نبينا، صلوا على محمد. بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، حسنت جميع خصاله، صلوا عليه وآله، صلوا على نبينا، صلوا على شفيعنا، صلوا على حبيبنا. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا